أصدقائي الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين. ونتكلم النهاردة في 5 دقايق جلدية عن موضوع جديد بقى. إيه رأيكم نبدأ نتكلم على الانفكشن؟ ولما فكرت قلت نبدأ في حاجة فيري كومن، واللي هي البيديكلوزيس، وهي مشكلة كبيرة جدا الأمهات بتعاني منها في المدارس. كل الكلاسز ممكن يجي لها البيديكلوزيس. علشان تفهم نعالج البيديكلوزيس إزاي، تعال نفهم حياة الأملة. البيديكلس أو الأملاية بتعيش 40 يوم، يعني بتموت في الـ40 بتاعها، تبدأ تبيض وهي عندها 7 أيام. لما بتبيض كل يوم تبيض 10 بيضات، البيضة بتفقس بعد 7 أيام. افهم معايا بقى الدنيا تاني. يبقى الأملاية بتعيش 40 يوم، تبدأ تبيض وهي عندها 7 أيام، تبدأ البيضة تفقس وهي عندها 7 أيام، وكل يوم بتبيض 10 بيضات. يعني فترة حياة الأملاية الواحدة بتطلع 330 أملاية. الأملاية الواحدة 330 أملاية، يعني لو بمقدار بيض الفراخ نقول 11 كرتونة. الأملاية الواحدة تعمل لك 11 كرتونة. طيب تعال نشوف بقى هاو تو ديل وذ. لما أجي أعالج الأمل أعالجه إزاي؟ توبيكال أنتي بارازيتك، أأمن أحسن أجمل أظرف ألطف أجمل حاجة في الدنيا هو البرمثرين، اللي هو في سوق اسمه إكتومثرين. 5% او 2.5% بيتحط وانس على فروة الراس لمدة 2 ساعة، ممكن لغاية طول الليل، امن جدا مفيش منه مشاكل. وانس حطيت البرمثرين اللي هو الاكتومثرين 5% او 2.5%، حطه بالليل واغسله تاني يوم الصبح، وانس خلص الموضوع. ليه؟ البرمثرين هيقتل لي كل الامل. المشكلة في ايه؟ مش هيقدر على النتس، مش هيقدر على البيض بتاع الامل اللي هو بيبقى لازق في الشعرايه بسمه سابستنس، مش هيقدر على الشعرايه، مش هيقدر على البيض غير مش هيقدر على البيض غير الخل اللي بيدوب سم، اللي بيدوب سم السابستنس اللي لازق البيضه في الشعرايه. يبقى خلي بالك معايا لما نيجي نعالج بالجلوكوز، هنعالجه ازاي؟ واحد، هنحط الانتي بارازيتك اللي منهم الاكتومثرين، يتحط وانس ويكلي فور 3 سكسيسيف ويكس، كل يوم خميس يتحط بالليل، نغسله بعد 2 ساعة او بكره الصبح او ثاني يوم الصبح، نغسل شعره بميه بخل ونسرح شعره بالنار والتوز تكون بالايد الفلايه مره في الاسبوع. ليه مره في الاسبوع؟ وانس حطيت الانتي بارازيتك قتلت الامل، لكن ما بقدرش ابدا، ما بقدرش ابدا على النتس. النتس زي ما قلنا هنعالجها ازاي؟ نسرح الشعر بميه بخل وبالنار توز كومب اللي هي الفلايه، والموضوع هيخلص ان شاء الله مره في الاسبوع لمده 3 اسابيع. خلي بالك غالبا العيان ما بيجيش يشتكي من الامل على قد ما بيجي يشتكي من كومبليكيشن بتاعه الامل، اللي هي اهمها الكراستد امبتايجو. الامل بيهرش، فلما بهرش بدخل بكتيريا الانفكشن، بيترجم على شكل كراستد امبتايجو. ويجي يسالك سؤال في الامتحان يقول لك ايه، هو ازاي الامل ممكن يعمل لك رينال فيلير؟ هقول له الامل ما يعملش رينال فيلير، بس الامل بيعقبه او كومبليكيشن ليه اللي هي كراستد امبتايجو، والكراستد امبتايجو معموله بالستاف والستريبت، والستريبت ممكن يعمل لي بوست ستريبت كوكل جلوميرولو نيفرايتس اللي ممكن تعمل لي رينال فيلير. يبقى لما يجي لي عيان عنده كراستد امبتايجو، عنده كراستيشن فروه الراس مع البيديكلوزيز مع الليمفيدونوباسي، نعالج مين الاول؟ طبعا نعالج الامبتايجو. وبعد ما نعالج الامبتايجو بالتوبيكال والسيستميك انتيبيوتيك، وبحب قوي 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 في كراسي الامبتايجو ادي انتيبيوتيك السيفوتوكسيم او السيفترايزون انجكشن. بعد ما نعالج الامبتايجو نعالج البيديكلوزيز، والمره الاخيره مره في الاسبوع فور 3 سكسيسيف ويكس. الافيلبل دراجز اللي موجوده عندنا طبعا البرمسرين، الكروتاميتون، الجاما بنزين هيكسا كلورايد، من الحاجات الجميله جدا 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 جدا، في تركيبه بسيطه جدا جدا للفقراء وفي القرى وفي الاماكن الغلابه قوي، ممكن نحط ايكوال اماونت اوف ميه وجاز وخل، مفيش ارخص من كده، ميه وجاز وخل يتحطوا على فروه الراس بالليل، يتغسلوا تاني يوم الصبح، وبرده نفس الكلام يتسرح شعرايه بالنار توت كوم. حاجه بقى معلومه مهمه جدا جدا جدا، ايه الشامبوهات اللي استخدمها كبروفلاكسز من البيديكلوزز؟ مهم جدا جدا للامهات. اي شامبو يا جماعه في كوكونات اويل، اي شامبو فيه الليفندر اويل، ريحه الليفندر ريحه الكوكونات دي ما بتخليش الأملية تنط من البيشنت لواحد سليم،
فخلي بالك هو الأملاية بتفهم ان هيومن ازاي من ريحة فروة راسه. فلو انت غيرت الريحة، وده كلام مش كلام جرايد يعني، كلام اكيد، لو شامبو فيه لافندر اويل او شامبو فيه كوكونات اويل هيمنع او يستخدمه كبروفلاكسز من العدوى بتاعه البيديكلوزز. خلي بالكم على اولادكم في المدارس، خلي بالكم على اولادكم في الحضانات، خلي بالكم على اولادكم في الانديه. البيديكلوز من الامراض السخيفه اللي ممكن تعمل لي زي ما قلنا مشكله كبيره، اللي ممكن تعمل لي انيميا. وكل سنه وانتم طيبين، 5 دقايق جلديه، اشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم، مجد الشيخ.